والآن أدعو صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي وممثل خاص لجلالة السلطان عمان لإلقاء كلمته. الرحمن الرحيم. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، رئيس الدورة 32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة. صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة. معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، ضيوف القمة العربية الكرام والحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي في مستهل هذا الجمع المبارك أن أنقل لكم تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان وتمنياته الصادقة ودعمه ومساندته لأعمال القمة العربية 32 على أرض المملكة العربية السعودية الشقيقة برئاسة أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والذي بحكمته وإخوانه قادة الدول العربية نرى في سلطنة عمان وبالتوفيق من الله سبحانه وتعالى بأن نجاح هذه القمة قد تحقق بالتآم شمل الأمة العربية، ولله الحمد والفضل. فالشكر والتحية لجهود خادم الحرمين الشريفين المخلصة ولمبادرات الناجحة ولإخوانه من القادة العرب في سبيل إحياء التضامن العربي وإنهاء أزمات المنطقة بحلول عربية والمضي إلى مرحلة مشرقة في مسيرة الأمة بما يعود بمشيئة الله بالنفع على دولنا وشعوبنا وأمتنا العربية. ودون شك على غيرنا من الدول العالم لما يمثله عالمنا العربي من ثقل هام على مستوى العالم. ولا يفوتنا هنا أن نعرب عن شكرنا لمعالي أحمد بن الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وجهاز الأمانة العامة على جهودهم في التحضيرات المثمرة لهذه القمة ودورهم البناء في تطوير منظومة العمل العربي المشترك. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو رؤساء الوفود، لقد أكد جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان في أول خطاب بعد توليه الحكم بالاستمرار في دعم جامعة الدول العربية والتعاون مع زعماء الدول العربية والرقي بحياة المواطنين والنهي بهذه المنطقة عن الصراعات والخلافات والعمل على تحقيق تكامل اقتصادي يخدم تطلعات الشعوب العربية. ومن تلكم المبادئ والغايات فيسعدنا أن نرحب باستئناف مشاركة الجمهورية العربية السورية الشقيقة الفاعلة في أعمال جامعة الدول العربية، معربين عن الارتياح لحضور ومشاركة فخامة الرئيس بشار الأسد في هذه القمة، مع اليقين التام بأن سوريا الشقيقة ستستعيد بعون الله وبعزمة رجالها ونساءها وشبابها مكانتها كحاضرة تاريخية ومنارة عربية مشهود لها بذلك. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو رؤساء الوفود، إننا في سلطنة عمان وكغيرنا من الدول والشعوب المحبة للعدل والسلام نعتقد بأن عجز المجتمع الدولي عن إيجاد تسوية العادلة والمنصفة لمعاناة الشعب الفلسطيني هو منبع التوترات التي تعصف من حين لآخر بالمنطقة والعالم، إذ لا يمكن أن نأمل بمستقبل للشعوب يكمن في التعايش والاستقرار دون تطبيق مبادئ ومعايير القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية تجاه القضية الفلسطينية ومنح حق الشعب الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية
وعلى خطوط الرابع من يونيو 1967 وفقاً لقرارات مجلس الأمن الصادرة في هذا الشأن، مبادرة السلام العربية ومبدأ الأرض مقابل السلام. إننا على يقين تام بأن الحفاظ على جامعة الدول العربية وتطويرها سيعزز من عرى التعاون والتكامل وتبادل المنافع فيما بين دولنا، وكذلك مع مختلف دول العالم مستلهمين الموروث الحضاري للأمة العربية وتاريخها التليد وما قدمته للبشرية في مختلف العلوم والمعارف. ولنؤكد حقنا بأننا قادرون بكلمة سوى على أن نخطو بأنفسنا والرقي بدولنا إلى آفاق أرحب ازدهارا ونماء، والمضي بشعوبنا إلى مكانتها اللائقة بين الأمم. وختاما يسرنا أن نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة وحكومة وشعبا على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وعلى حسن التنظيم لنجاح هذه القمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر صاحب السمو السيد أسعد بن طارق السعيد على كلمته.